أصابك عشق أم رميت بأسهم، فما هذه إلا سجية مغرم. ألا فاسقني كاسة وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغمي. أيا داعيا بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم، أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعم، أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثا بالكلام المغمغم. وأحسد كاسات تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفمين.